يا اهلا بيكم مره ثانيه مع احلى اكله. مساء الفل والهنا، ازيكم يا شباب؟ الحمد لله. عاملين ايه؟ الحمد لله. اخباركم ايه؟ كويسين. منورني جدا جدا، وكنت وحشني جدا جدا، انتوا كل حبايبنا اللي اتفرجوا علينا النهارده كمان. ان شاء الله مستنيكم، ان شاء الله خلاص بقى كل اخواتنا واولادنا وحبايبنا كل عايز يشترك في مسابقاتنا، لو النهارده حابين نتكلم ونبدا نشترك او اي وقت احنا نكون معاكم ان شاء الله في كل الحجوزات لكل اولادنا، ونبدا نظبط امورنا ان شاء الله على كل اربع بقى ويطورونا. اخبارك ايه يا استاذه خديجه؟ الحمد لله كويس. اسمك حلو قوي يا خديجه. شكرا. عامله ايه؟ الحمد لله. عرفيني على نفسك. انا خديجه. صوتك واطي. انا شكرا بتكلم مش عارف القصه دي، اتفضلي. انا خديجه محمد محمود، عندي 11 سنه. ما شاء الله. في جريد 5. برافو. جاي تعمل اكل ايه؟ جاي اعمل كبده اسكندراني. الله الله، انت من اسكندريه؟ لا انا من القاهره. اللي علمك الطبق الحلو ده بقى؟ ماما. ماما. طيب مين اللي علم ماما الاكل؟ تيتا. احنا عشان ليه سالتها السؤال ده، كنا لسه بنتكلم في نفس القصه قبل الفاصل. طب قولي لي بقى، تحب اكل تيتا اكتر ولا اكل ماما؟ تيتا ولا ماما؟ لا تيتا. تيتا. طيب قولي لي، بتعرفي تعملي اكل حلو لتيتا وماما ولا لا؟ لا ما بعرف خالص. ازاي ده، انت المفروض تعمل اكله حلوه كمان. انا بعرف بس اعمل بانيه ومكرونه بس. طيب ما حلو، يعني لو مثلا تيتا النهارده موجوده عندكم في البيت وماما واخواتك وانت اجازه، هل متاح ليكي او تقدري تخشي المطبخ تعملي كده؟ تعملي طبق باستا مكرونه حلو ومكرونه بانيه او كبده او حاجه؟ ماما منعاني افتح البوتاجاز وانا هي مش موجوده. الايه؟ ماما منعاني افتح البوتاجاز وهي مش موجوده. طبعا، بس انا قلت ايه، لو تيتا موجوده او ماما موجوده وانت موجوده واخواتك، لو خدت لك من السؤال عادي وحبيتوا تخشي انت واخواتك تعملي اكل لتيتا وماما، هتقدري تعملي ده؟ شطوره، ماشي. تعال نشوف مين جنبك. انت في حد فوق بتدور عليه؟ اسمك وسنك. اسمك ايه؟ اسمي حمزه حسام. بسامه. حمزه حسام. حمزه حسام، يا اهلا بيك. عندي 6. ها؟ عندي 6. 6. ولا 7؟ 6. ماشي. قصدي 7. لا خليهم 7. 7. 7؟ 7 ولا 6؟ 7. ماشي يا سيدي، اخبارك ايه؟ الحمد لله. جاي تعمل ايه النهارده؟ يلا انت ممكن تطبخي على طول كمان يا خليجي. سلطه. سلطه ايه؟ سلطه خضراء. بس؟ بس كده؟ ماشي. طب عملت اكل قبل كده ولا اول مره النهارده؟ اول مره. اول مره ليه يا معلم؟ اول مره ليه؟ مش احنا متفقين ما حدش يجي هنا يعمل اكل غير ما يكون متعلم الطبق ده قبل كده، ولا جاي يجرب فيا، ولا هو عشان سلطه يعني؟ سلطه بعرف اعمل الاكل. فعادي يعني، هتعمله مش مشكله. ماشي، متفقين. طيب خش على اللي بعده، الاستاذ ياسين. ازيك يا دكتور؟ الحمد لله. اخبارك ايه؟ الحمد لله. كله تمام؟ عندك كام سنه؟ 12. يا بتعمل ايه بقى النهارده ان شاء الله؟ عايزه معلقه. حواوشي. حواوشي ما شاء الله عليك، يلا بينا اتفضل. اتفضل. عايزه معلقه. معلقه؟ اهي. كل حاجه قدام عينيك يا حبيب قلبي. يلا يا استاذ حمزه. اعمل. يلا على طول خش على السلطه على طول. الله. ايه ده؟ ليه نهزر؟ ازاي ده؟ حاجتك كلها معاك؟ ولا ناقصك حاجه؟ لا مش كله تمام؟ ايوه ماشي. وياسين. نعم. انا شايف كمان ياسين، هبدا بقى مع ياسين وانت شغال نتكلم مع بعض. ماشي. شايف ان انت هواياتك ايه؟ طب قول لي انت. فوتبول وسويمنج. بتلعب كره قدم وبتحب العوم صح كده؟ السباحه مظبوط. طب حلو قوي، وناوي تطلع ايه بقى فيهم لما تكبر ان شاء الله؟ فيهم؟ لا مش حاجه فيهم يعني. مش حاجه فيهم. ايه اللي حابه ان شاء الله لما تكبر يا قمر؟ ممثل. ها؟ ممثل. ممثل.